السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نشوفوا كيفية كتابة فقرة بسيطة من المعطيات اللي يعطيها لنا. دائما نقول لكم اختاروا فقرة اللي يعطينا فيها الجمل المساعدة، سواء كنت تعرف الإنجليزية تقدر تدير جمل وحدك ولا ما تعرفهاش، دائما اختاروا الموضوع اللي تلقاو فيه جمل مساعدة لأنه راح تربحوا فيه بزاف النقاط. راح نكتبوا الموضوع، الفقرتين تاع الموضوعين السابقين اللي حليناهم اللي هي بكالوريا 2018، الموضوع الاول والثاني لشعبة علوم تجريبية. شوفوا معايا كيفاش نكتبوهم الان، وروحوا كي تخلصوا الفيديو عاودوا اكتبوا وحدكم، حاولوا في فقره ديروها وحدكم. بون راح نشوفوا التوبيك 1 اند توبيك 2، الموضوع الاول والثاني تاع البكالوريا كما قلنا اللي عالجناهم من قبل. نشوفوا توبيك 1، الموضوع الاول، الفقره تاع الموضوع الاول واش تقول. قال لك most people think that corruption is limited to bribery، however this latter takes many other forms. most people، معظم الناس يظنوا انه الفساد هو corruption، هو الفساد is limited to bribery، محصور في الرشوه. لكن however this latter takes many other forms، هذا الاخير اللي هو corruption ياخذ العديد من الاشكال. دونك هو واش قالنا؟ قالنا احكيوا على مختلف الاشكال اللي ياخذها الكوربشن، الفساد. اعطانا جمل مساعده، من بعد ثم راجعوا الموضوع، شوفوا الموضوع وشوفوا الموضوع الفقره واش يحكي، شوفوا الجمل المساعده اللي عطاهم لنا. هنا كتبت غير الشيء اللي يهمنا. دونك قلتي اعطانا جمل مساعده هما اللي راح نوظفوهم وهما اللي راح نبنيو بهم الفقره، وهذه كذلك المقدمه تاعو راح حنا نستعملوها كمقدمه باش ناخذوا اكبر عدد ممكن من النقاط اللي نقدروا نديهم. دونك شوفوا كيفاش كتبنا الفقره مع بعضنا. عندنا هذه الفقره اللي نقدموا الصوره باش نشوفوها مع بعضنا. دونك عندنا باك 2018 توبيك 1، نهضروا على different forms of corruption، الاشكال المختلفه تاع الفساد. corruption هو الفساد، نعاود باش تترسخ في ذهنكم. دونك المقدمه كما قرينا المقدمة اللي هي استعملناها هنايا، most people think that corruption is limited to bribery، نفسها لكن نبدلو شوية، يعني تغيير طفيف فقط باش شغل درناها من عندنا، بصح هي في الصحراء نهزيناها من عندهم. دونك is limited to bribery but it has many other forms، هذه شغل عاودنا صغناها، برك عاودنا صغنا المقدمه اللي عطاها لنا هو. to but it has many other forms and many unethical practices، هذه ثاني راني جبتها من عندهم، قلت لكم عاودوا اقراوا الموضوع دوك تلقاو هذه ثاني كاينه. دونك most people think that corruption is limited to bribery but it has many other forms and many unethical practices، هذه المقدمه تاعنا هانا درناها من السؤال بعد، من السؤال بعد اللي عطاه لنا. دروك ننتقلوا الى العرض. العرض قلنا راح نستخدموا فيه الجمل اللي عطاهم لنا فقط، الجمل اللي عطاهم لنا ما نقولش فقط، لانه كون نصيبوا يعني نزيدوا حوايج من عندنا، حوايج بسيطه جدا باش نثريو الفقره تاعنا ونديو نقطه مليحه. نقدروا كذلك نستعينوا بالنص، النص تاعنا اللي قريناه مقرناه على الكوربشن، دونك نستعينوا به يعني شي خفيف برك، ما نستعينوش به بزاف، قدر ما نديروا امثله برك باش نزيدوا سمن تولي الفقره تاعنا مليحه. دونك نقراو العرض تاعنا. عندنا فيرست، كي قلنا نزيدو فيرست سكند اند ثيرد الى اخره، نربطو بهم الافكار اللي يعطيهم لنا هو. first hiding income and not paying taxes، هذه حطيناها كيما عطاها لنا. these two have a huge effect on the country's economy، هذو دونك hiding income and not paying taxes، عدم دفع الضرائب، هذو الاثنان عندهم huge effect، اثر كبير ولا ضخم على الايكونومي تاع البلاد، على الاقتصاد تاع البلاد، الاقتصاد تاع البلاد. second هانا قلنا هذه كتبناها من عندهم، هذه these two have a huge effect on the country's economy، هذه زدناها من عندنا، زدناها من عندنا. عندنا second embezzlement، الابتزاز، and nepotism، nepotism كيما نقولوا حنا المعرفة. may harm innocent people، يقدروا يؤذيو ناس ناس بريئين، ناس بريئين. and lead to injustice and inequality، ويؤدي الى غياب العدل وعدم المساواة، عدم العدل وعدم المساواة. دونك هذه ثاني كذلك زدناها من عندنا، دونك embezzlement and nepotism هذه جبناها من عندهم،
may harm innocent people، يقدروا يؤذيو innocent people. هذه جملة بسيطة جدا ركبتها من عندي، يقدروا يؤذيو ناس بريئين and lead to injustice and inequality، ويؤدي إلى غياب العدل. بيان سور المعرفة لواش تؤدي، تؤدي إلى غياب العدل وغياب المساواة and inequality. نقطة، عندي فكرة أخرى جبتها من عندهم كذلك من الأفكار اللي عطاهم لنا. Child exploitation is also a huge problem. استغلال الأطفال هو كذلك a huge problem، هو مشكل كبير. Kids work for hard jobs for long hours and still they are underpaid. Kids الأطفال يخدموا خدمات واعرين hard jobs for long hours لساعات طويلة and still they are underpaid، ومازال هما راهم يتقاضوا أجور ضعيفة، أجور ضعيفة. دونك هذه كذلك جبناها من عندهم، زدنا هذه kids work hard jobs for long hours and still they are underpaid، هذه جبناها من عندهم. دونك لازمكم تخدموا بذكاء، تعرفوا كيفاش تزيدوا كل مزوج، تركبوا فقرة ما شاء الله لا بس عليها. دونك عندنا فكرة أخرى، عند counterfeiting الفساد. Also counterfeiting هو التقليد، التقليد. Also has a lot of harmful impacts on people's health، كذلك لديه الكثير من الآثار المؤذية على صحة الناس، على صحة الناس، on people's health. Finally it's high time the government joined hands with people to stop corruption. كي تعود عندنا حاجة كيما corruption bribery، عندنا advertising، هذو كامل نقولو توجور نقولو it's high time the government joined hands with people to stop corruption، to stop embezzlement، to stop bribery، to stop advertising. هذو هذه كيما نقولو خاتمة ما فيها والو، عندنا زوج سطور وخلاص. دونك هذه هي فقرة ركبناها من والو، ركبناها قلنا المقدمة جبناها من عندهم، هذو جبناهم من عندهم، لكن لازم تعرفوا كيفاش تركبوا بذكاء، تزيدوا first second دخلوا and، ديروا شوية أمثلة من عندكم، شوية أمثلة تزيدوهم من النص، وهي رايحة تركبوا فقرة باهية بإذن الله. عندنا نشوفوا الموضوع الثاني، topic 2 تاع الموضوع الثاني. topic الموضوع الثاني الفقرة تاعه وش قالت، قلنا دائما خير الفقرة اللي فيها الجمل المساعدة باش نديو أكبر عدد ممكن من النقاط. دونك الفقرة وش تقول، قال لك you feel you are a victim of advertising، انت تشعر انك ضحية تاع الاشهارات. write an article denouncing the impact ads have on your lifestyle، اكتب ارتيكل تهدر فيه على الاثار اللي الاشهارات عندهم على نمط حياتك، الاشهارات عندهم تأثير على نمط حياتك، احكي على هذا الاثار، احكي لي. دونك نهدرو قلنا على هذا الامباكت، نشوفوا مع بعضنا واش درنا. قلنا المقدمه نديروها من السؤال اللي عطاه لنا، واش قلنا حنايا، ads have a huge impact on my lifestyle. قال لك ads you feel that you are victim advertising write an article denouncing the impacts of ads have on your lifestyle. هاي لك ads have a huge impact on my lifestyle. Ads have a huge impact on my lifestyle and surely other people's lives too. هذه ستة من عندي، وكذلك على حياة الآخرين. هذا ما كان مدرت والو. Ads have a huge impact on my lifestyle and surely وأكيد على حياة الآخرين أيضا. First ads have the power to manipulate people and lead them to overconsumption. دونك اولا ads الاشهارات have the power، عندهم القوة تاع انهم يتلاعبوا بالاشخاص ويؤديوا انه كما نقولوا يؤديوا بهما الى overconsumption اللي هو الفرط في الاستهلاك، فرط في الاستهلاك. هذه جبتها من الفكرة الاولى تاعهم، ركبتهم مع بعضهم وحطيتهم. second ثانيا TV ads lead led me to change my eating habits. يعني نهضر على روحي هنا، باسكو هو قال لي you على your lifestyle، على نمط حياتك انت. دونك هنا هدرت زعما شويه على روحي. قال لك second TV ads led me to change my eating habits، الاشارات الدوبيه اني بدلت نمط الاكل تاعي.
from healthy food من طعام صحي إلى consuming all kinds of junk food إلى استهلاك جميع الأنواع والله أنواع عديدة من الجانك فود من الطعام السريع من المأكولات السريعة من المأكولات السريعة and that caused me some serious health problems. هادو زوج أفكار دمجتهم مع بعضهم and that caused me some serious health problems. وهذا أدى بي والله سبب لي مشاكل صحية كما نقوله serious يعني جدة مشاكل صحية جدة and diseases وأمراض such as allergy كما الحساسية كما الallergy also buying also كذلك buying all the things that we see on TV and or on TV or internet also وكذلك شراء جميع الأشياء اللي نشوفوها على التلفزيون والله في الإنترنت في الإشارة تاع TV والله تاع الإنترنت is a huge waste of money هي راهي ضياع كبير ولا تضيع كبير تاع النقود نضيعوا في النقود تاعنا because له because لاننا we don't need most of the things we buy على خاطر ما نحتاجوش معظم الاشياء اللي نشريهم نشوفوهم في الاشارات يعجبونا نشريهم حنايا ما نحتاجوهمش دونك هذو مجموعه من الافكار قلنا دمجناهم مع بعضهم درنا first second also دخلناهم مع بعضهم شويه زدنا شويه من النص شويه من عندنا and finally في الأخيرة we should do something لازمنا نعملو شيء to stop these ads باش نحبسو هذه الإشهارات before قبل ما يدمروا حياتنا destroying our lives before destroying our lives دونك هذو قلنا مجموعة الأفكار اللي عطاهم لنا هو دمجناهم مع بعضهم زدنا لهم شوي كلمات شوي أمثلة باش كوننا فقرة ما شاء الله لبس عليها دونك كما قلت لكم انتم ثاني عاودوا اقراوا موضوع الفقره اقراوا الفقرات وحاولوا ديروهم وبعثوا لي صحاح لكم باش تتعودوا اموا هكا شويه ديروا شويه فقرات تتعودوا عليهم في البكالوريا تجيكم سهله دونك هذا ما كان راح نزيدوا بيان سور نحلوا مواضيع اخرين ونزيدوا نديروا فقرات اخرين وتوالفوهم باذن الله وتهزوا الكلمات دونك نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله الى اللقاء وبالتوفيق.